احتجاج الجهاز الفني والإداري ولاعبي الحسين داخل الميدان. ركلة جزاء التنفيذ عن طريق اللاعب بهاء عبد الرحمن في مواجهة نجم اللقاء مالك شلبية. يعني تقريبا في حوالي منتصف أحداث الحصة الثانية. بهاء عبد الرحمن في مواجهة مع مالك شلبية. بهاء عبد الرحمن جول! هدف أول الفيصلي من علامة الجزاء. عن طريق اللاعب بهاء عبد الرحمن. بهاء عبد الرحمن يسجل أول الأهداف.